عدد اشخاص معينه. عرفك احنا مين؟ احنا معتصمين ضد لائحه 79، وهو المطلوبنا الاول لائحه 79 اللي تسمى لائحه امن الدوله اللي اقرها سابقا اتحاد امن الدوله، وحاليا عايز يقرها المجلس العسكري. عملنا ثوره يرجع لائحه امن الدوله. فين الثوره؟ الثوره اللي دلوقتي مش هنقول ان هي بتتسرق، احنا دلوقتي بنقول ان مفيش ثوره اصلا اتعملت. لما الاخوان هقولها تاني، لما الاخوان يعملوا مسيره في ساعتين زمن قدام مجلس الشعب، بعد كده عند وزير التعليم العالي، ويحطوا ساوند سيستم في ساعتين زمن، يتحقق مطلبه وهو ايه؟ اقرار لائحه 79. طب مالها اللائحه دي؟ معترضين عليها ليه؟ اقول لك معترضين عليها ليه؟ بس سيبني اقول لك هم عملوا ايه؟ عايزين يعملوا انتخابات اتحاد طلبه. انا ليه معترض على انتخابات اتحاد الطلبه تتعمل دلوقتي؟ اول حاجه انا ليه معترض على لائحه 79؟ نبدا باللائحه. لائحه 79 اللائحه اللي هترجع لنا امن الدوله، اللي هتخليك انت اول ما تعمل مشكله هتتاخد على الاسم، بعد كده تتحاكم محاكمه عسكريه زي ما حصل في واحده هنا تعمل جرافيتي، ومره واحده اتقبض عليها من الامن، كانت تحول للاسم، بعد كده محاكمه عسكريه لولا طلاب الاعتصام لحقوق. حاجه ثانيه، انت هنا في اي مشكله انت اللي بيحميك هنا في الجامعه جيش مش امن مدني، انت هنا 7 لواءات جيش واخدين صلاحيات اكتر من دكتور حسام كامل، وهو عضو من اعضاء الحزب الوطني، وكان اللي معيناه مدام سوزي هي استاذ المبارك. اقول لك تاني، لائحه 79 اللي بتفرق ما بين الطالب الانتساب والطالب الانتصار. ازاي؟ انت دلوقتي كليه ايه؟ انتساب ولا انتصار؟ انتساب. مالكش حق ان انت تترشح في انتخابات اتحاد الطلبه. ولا ينتخب. ولا حتى تنتخب. دفعت المصاريف ولا ما دفعتش؟ ما دفعتش. مالكش حق ولا تنتخب ولا ترجع نفسك في الانتخابات. نتائجك محجوبه؟ اه. تخيل ده بسبب اللائحه. حاجه ثانيه، انت بتدفع كام مصاريف؟ بدفع كتير. انا في كليه التجاره بيدفع 480 جنيه انتصام انتساب، حوالي 500 و180 جنيه انتصام، صح ولا غلط؟ في الاصل لو هات كده الايصال بتاعك هتلاقي فوق مكتوب 12 جنيه ونص انتصام و14 جنيه ونص انتساب. سرقه عالمي كده. طب انا دفعت الفلوس دي بجد والله؟ هي مش ديت مجانيه التعليم؟ مش دي مجانيه التعليم يا طلبه؟ طب انا دفعت الفلوس دي وقلت لا، الناس دول بيدفعوا المصاريف وبترجع للجامعه بتاعتك وللكتب. انت كتابك بتدفعه بكام؟ في كتاب ب 150 وكتاب ب 70 وكتاب ب 20 وكتاب ب 30. علاج طبيعي اقل كتاب ب 215 جنيه. انت طالب كليه حقوق كتابك 45 جنيه قال لك ايه؟ هو ده دعم الكتاب؟ طيب ادي مجانيه التعليم وصرفنا 480 جنيه انتساب و180 جنيه انتظار، هيرجعوا للجامعات. معامل جامعات معامل جامعه القاهره معامل اعداديه احسن منها. كل الامكانيات اللي فيها بايظه. انت اصلا عمرك ما دخلت معمل. نعمل لك فيديو. الحمد لله احسن حاجه موجوده عندنا في جامعه القاهره حمامات. مصر بايظه. طب انا عايز افهم حاجه. انا سمعت ان انتوا عايزين تواجهوا الانتخابات. مش ده ضعف منكم ان انتوا مش عارفين تواجهوا الاخوان؟ خايفين منهم عشان هم خصيم قوي؟ ايه؟ اقول لك بقى 1 2 3 4. اسمع بقى مني وشوف الاخوان. ركز بقى كده معايا، مع اني والله العظيم ما ضدهم، بس انا ضد سياستهم. واللي هي بقى مجلس الشعب في اللجنه التاسيسيه لوضع الدستور
50% من مجلس الشعب ومجلس الشورى ايه؟ رد وين؟ 50% اللي بره مجلس الشعب ومجلس الشورى نقابات واتحاد طلبه ايه؟ اخوان. يبقى دلوقتي الدستور هيتحط تحت بند ايه وتيار ايه؟ الاخوان. ادي اول حاجه. هنرجع تاني زي ما الحزب الوطني كان ناسي. يبقى بدل ما انت ماشيل تيار الحزب الوطني جالك تيار ألعن هو الاخوان. طبعا انت عارف سياسه الاخوان بقى، انا مش هقول لك بقى، عارف بقى. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، هنا في جامعه القاهره لما الاخوان يعملوا مسيره عند الوزير يوم الخميس وان هم يبداوا الترشيح للانتخابات يوم الاحد اللي بعد على طول، دول طلاب الاعتصام اللي وقف وقفه كبيره جدا ونجحوا ان هم ياجلوا الانتخابات. لما عملتوش نفسنا في يوم ما انا هرد عليك، احنا عملنا بس عملوا طلاب الاعتصام عملوا وقفه كبيره جدا اجلوا الانتخابات مش عايز سلطه ولا بس، وبداوا ان هم يحددوا مطلبهم وان اجلوا الانتخابات، وخلى الناس تعرف ونفهم الناس ايه هي اللي رايحه. انا عملت بقى مسيره، كان معانا حركات سياسيه، 8 حركات سياسيه زائد طلبه مستقله زائد اتحاد الطلبه نفسه وهو الممثل الشرعي للطلبه، ورحنا مسيره عند الوزير، لفظ طلع منه وبيقول له يا وزير احترام كده انا عايز الغي لائحه 79. ليه؟ عشان انتوا تحددوا اللائحه تعملوا استفتاء عليها ويكون الطلبه هم اللي وضعوا القيود ووضعوا القوانين والقواعد اللي هيمشوا عليها. مش ده الصح؟ مش دي الثوره؟ ولا قال لك ايه؟ يا عيني على الثوره. دلوقتي رحنا للوزير، تخيل الوزير رد علينا يقول لنا ايه؟ تخيلوا يا ترى قال لنا الوزير ايه؟ قال لنا انا الوزير اعمل اللي انا عايزه اخبطوا دماغكم في الحيط. هي دي الثوره، ان المسؤولين يرد علينا بالرد ده. طب انا عايز اسالك سؤال، اسمع، اعداد المعتصمين دول بيمثلوا الطلاب كلهم؟ حلو قوي السؤال ده. انت معانا اصلا في الاعتصام؟ انا باجي ابص عليك. بص طيب، احنا عملنا حمله توقعات عشان نشوف الطلبه ونفهم الطلبه ايه لائحه 79. طيب والطلبه وقعوا؟ اكتر من 12,000 توقيع اتعمل في اسبوع. ركزتوا؟ اقول تاني؟ 12,000 توقيع اتعمل من طلبه بتضم 250,000 طالب، عملنا توقيعات ضد لائحه 79. لما الوزير يطلع على التلفزيون ويقول لك دول 30 20 واحد مش بيمثلوا الطلبه، امال التوقيعات دي ليه؟ انا دلوقتي اجيب لك التوقعات من ال التوقعات. يا راجل ده انا ده بتقول. طب انا عندي سؤال، قول. دلوقتي انتوا عايزين تقعدوا لسه؟ مش انتوا لو دخلتوا الانتخابات ديت وكسبتوه زي ما انتوا واقفين مش عايزين الاخوان يبقوا ماسكين الاتحاد عشان ما يبقاش مسيطر في سن واحد، طب ما تخشوا الانتخابات ديت وتقدروا انتوا بايديكوا تعملوا لائحه جديده. ما انا اصلا دي حمله قاطعوهم بتعلنا طلاب الاعتصام. ليه عملنا الحمله دي؟ انا اصلا مقاطع الانتخابات. ليه؟ لما يتعمل اتحاد طلبه، انتخابات اتحاد طلبه عشان اتحاد هيشتغل 13 يوم. 13 يوم سمعتوا؟ اتحاد طلبه هيشتغل 13 يوم يا طلبه، وهيتصرف عليه كام؟ ميزانيه انتخابات اتحاد الطلبه 3 مليون جنيه. في 20 جامعه 60 مليون جنيه عشان اتحاد طلبه هيشتغل 13 يوم. اقول لك بقى مين دخل الانتخابات؟ الاخوان والفلول. الاخوان والفلول. لما الطلبه المستقله بتقول انا مقطع الانتخابات، والاخوان والفلول يرشحوا نفسهم في الانتخابات، يبقى ده معناه ايه؟ انت قصدك ان هم ليهم مصلحه يعني؟ مالي مصلحه؟ لما ابن عم محمد مرسي في جماعه الاخوان هو الممثل
للطلبة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ده معنى ايه؟ طب رد انت، يعني انت المفروض طالب وفاهم. انا ممكن اسألك سؤال، انت تعرف يعني ايه لائحة اصلا؟ انت عارف يعني ايه لائحة؟ ده دي بقى المشكلة. سياسة مبارك بره في مصر، ومبارك جامعة القاهرة وحسام كامل، اللي خلانا نيجي الجامعة فاهمين ايه؟ ان الطالب يجي يروح عند كافيتيريا الزور دي، يجيب بنتين فرنساوي واحد بس ويشربهم ويقعد هناك مع البنت وخلاص. انا بعمل كده، هي دي السياسه اللي موجوده في الجامعه. وفيها ايه؟ دي بقى المشكله. ما انت بتتسرق، ما انت بتدفع 480 جنيه ابوك دوت بيجيب الفلوس منين؟ مش انت المفروض عارف الفلوس دي رايحه فين؟ فانت الفلوس دي بتتصرف. تعرف لما يكون سبب